السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير، معكم حسن أسعد من قناة ذا جيمر زي. طبعا زي ما شايفين اليوم حلقة جديدة من طور مهنة مدرب بفريق أتلتيكو مدريد. جاني عرض من فريق باريس بكوكي تقريبا ب 30 مليون، رفعت السعر إلى 45 مليون، قالوا لي نبغاه ب 40 مليون. فأنا قلت أوكي ليش لا، كوكي لاعب صغير، أوكي ممكن نحتاجه، ولكن نقدر نجيب لاعب أحسن منه بسعر ال 40 مليون. فأنا حقبل العرض وحاخد ال 40 مليون وأبيع كوكي لفريق باريس. وجاني عرض كمان من اللي هو بايرن ميونخ للاعب خان أوبلاك حارسي الصغير، ولكن هذا الحارس ناوي إني أخليه في النادي عشانه صغير، وإلا إني أبيعه 24 مليون، السعر كويس 24 مليون بالنسبة للاعب بهذه الطاقة. يعني نفسي إني أخليه وأخليه يكبر معايا في النادي ويصير أقوى. فزي ما تشايفين العروض عارض يعني ورا الثاني من كل الأفريقا للاعب أوبلاك. فخلينا نشوف احنا الحين في الانتقالات الشتوية زي ما تشايفين. اوكي خانوا بلاك برميني خلاص تبغاه بس ب15، انا احط لهم ريجكت اوفر عشان 15 مليون جدا قليل بالنسبة لهذا اللاعب. فنشوف هنا اي احد لسه ما انباع اللي هو كوكي. خلينا نشوف انباع ولا لسه كوكي. اوكي ترانسفير اوفرز لجريزمان او ساوثهامبتون، لا طالما ساوثهامبتون على طول حشيل، لا مثلا برشلونة مدريد اي احد. اوكي عندك هذا الحارس ابغى ابيعه باي طريقة، في 9.5 مليون ابغى ابيعه عشانه ابدا مو مبسوط معايا. ونشوف لو بعنا ذاك الحارس وهذا الحارس نقدر نشتري حارس قوي، ولكن خلينا نشوف أوبلاك حنبيعه ولا لا. اوكي نتقدم بالايام ونشوف. اوكي انباع اللي هو لاعب كوكي وجاني 34 مليون منه، وأوبلاك ما هم راضيين غير يشترونه ب 15 مليون، حقول لهم طبعا لا. ونشوف اي احد ثاني، بيرو لا ما ابغى اروح البيرو. اوكي فخلينا نروح السوق ونشوف مين في لاعب وسط كويس. نشوف خلينا ندور، عندي اول واحد ابغى اجيب اللي هو ماتويدي سعره رخيص تقريبا 21 مليون، فنشوف لو نقدر نجيبه ولا لا. يا ماتويدي اوكي 16 مليون ونص بروس بي اس جي، نحط لكم 21 مليون. 21 مليون بالنسبة لسيدام 84 شيء كويس مش بطال يعني. ونشوف لاعب بمكان كوكي، نبغى لاعب ار ام، نحط هنا كذا ونحط ميدفيلدر ونحط اللي هو ار ام. نشوف هل في لاعب كويس، ما في احد عارف، وما حوقف الا ما لقى واحد اعرفه، عشان حتى الان في راس ما في لاعيبه كثير، لانه يعني في كوادرادو ممكن اشوف، بس خلينا اشوف احتمال اني اجيب كوادرادو او اني اشوف لي لاعب ثاني او اسكو، بس اسكو غالي حتى. غارث بيل كم شهر؟ 38 مليون، 38 مليون القيمة بس، هذه بس قيمة بيل 38 مليون. عندكم اللاعب كريم بالعربي، نشوف كم يطالبون فيه. اوكي احط فيه 25 مليون واشوف اقدر اشتريه ولا لا. كريم بالعربي لاعب جدا كويس، يعني احتمال اني احتاجه مكان اللاعب كوكي. ندور هنا لعيبة ثانية، ما في ولا احد. اوكي خلينا ندور على هو اللاعب كوادرادو ونشوف كم سعره. وينك يا كوادرادو؟ وانت هنا، والله ما ادري كيف اكتب كوادرادو، فاللي حسويه حروح هنا اللي هو من فين كوادرادو؟ من الاكوادور، يعني مو حدور لا في الاكوادور ولا في شيء، حسوي كذا وحدور في يوفنتوس سيري اي، هذا السيري اه، ونشوف يوفنتوس، هذا هو يوفنتوس. اهو لاعب اخوان كوادرادو، ما اقدر اشتريه يمكن لانه معار، اعتقد انه اعارة. اوكي ما اقدر اشتريه، ما ادري ليش،
خلينا نشوف الحين نتقدم شوي بالوقت ونشوف مباراة إن شاء الله تكون سهلة. نشوف مارتينيز هنا، كازورلا كوريا، أوكي حنشيل كوريا حنحط مكانه اللي هو اللاعب تياغو. كده التشكيلة مظبوطة، مارتينيز صارت قوته 86. عندنا اللعيبة المصابة، عندكم اخوان فران، عندنا اللاعب هذا رجع من الإصابة اللي هو فيرتونخن، رجع اللي هو فينك يا سافيتش، سافيتش هنا، ونحط اللاعب سيكيرا في الدكة ونشوف نقدر نفوز بعد المباراة ولا لا. إن شاء الله أنها تكون مباراة سهلة، أعتقد أنها مباراة سهلة. خلينا نشوف هنا، نحط اللي هو سيميليشن، بسم الله يا رب يا رب يا رب. أوكي فزنا 2-1، شيء كويس. نشوف هنا اي احد اي نادي رد علي ولا لا، نشوف. فاصل يا شباب، انقطع المايك. شفنا اللي هو كريم بالعربي يبغون فيه 38 مليون، حط لهم فيه 29 ونشوف لو يقدر يقبل ولا لا. خلينا نشوف نحاول بكريم بالعربي. بي اس جي قبلوا على بلاش ماتويدي بهذا السعر، هحطه 5 سنوات. كروشل احاول انقص له شويه بالراتب عشان يكون عندي راتب للاعب اللي حشتريه الثاني. خلينا نشوف ماتويدي يقبل يجي بهذا الراتب ولا لا، نشوف. هنا اللاعب فين؟ ماتويدي لسه ما جاء. اوكي ترانسفير اوفر لي اوبلاك، اوبلاك ما هم راضين يسيبونه لا وحده، احطه ب 24 مليون عشان الحارس يد المبدع يعني معايا. وجريزمان يبغونه فاحط فيه، والله ما ادري، حط فيه 56 مليون و500 الف. خلينا نشوف. اوكي كل النوادي تبغوه، بس بورصة توتنهام اسف ما اقدر اخذ طلب من عندكم. يا الله على اخوان بلاك، هذا كل الافرقة يبغونه. وهذا المدافع والله حابب اني ابيعه مع انه صغير ويتطور معايا، بس ما بخليه في النادي، ابغى اشتري مدافع يكون كويس. خلينا نشوف اللي هو سيرجيو راموس، صار رخيص ولا لا؟ اعتقد انه المفروض يكون رخيص. وينك يا سيرخي يا راموس؟ هذا هو سيرجيو راموس. اوكي نحط فيه 24 مليون، حط فيه 25 مليون ونشوف اقدر اشتري له راموس ب 25 مليون ولا لا. نتقدم شوية بالوقت ونشوف وين. يلا روح في مباراة، ايوه في مباراة اللي هي لاس بالماس. انا متصدر الدوري بفارق 6 نقاط، لو فزت المباراة الجاية بالدوري اللي هي هذا، لو فزت حكم متقدم بستة نقاط وشيت خسرتها. اوكي كويس هسه متصدر الدوري ب3 نقاط الزيادة. ولكن خلينا نشوف راموس متويدي احد رد. اوكي بار ليفركوزن قبله ب 29 مليون لكريم بالعربي. الحين حخلي كثير من اللعيبة يعني عندي اشوف. اوكي خانو بلاك، والله شكلي حبيعه، حطوا 22 مليون ونص نشوف، لو شيلونه شالوه، لو ما شالوه خلاص انت ريجكت. مين انت اصلا؟ اوكي اولمبيكس ليون، ما ادري ليش قاعدين يسووا مع جريزمان مع انهم عندهم لاكازيتي. اخوان بلاك مرة ثانية، الله ناشب لي ذا، ناشب لي كل الافرقة يبغونه. نشوف هنا لسه ما حد رد بالنسبة لي. اوكي لسه ما حد رد بالنسبة لسيرجيو راموس ولا ماتويدي. كلير سولد، من هو هذا؟
مويه. اوكي مويه انباع. اوكي كويس كويس ان مويه انباع. ومتويدي يبغى زياده في الراتب، فحنحط له هنا كده، نزود له شويه من هنا شويه من هنا، نشوف لو يقبل ولا لا. طبعا كل الحين الحارسي مويه انباع، اشوف لو في حراس ثانيه. والله انا نفسي بالحارس اللي هو لوريس عشان يتطور بشكل غير طبيعي. يوغو لوريس هذا هو. كم طاقته؟ 85. ابروش بوست باي. نشوف ب 26 مليون لو يقدر يجي ولا لا. حتى لو ما تويدي خلاص شكله حشتريه، بس خليه بس يقبل هو على العقد، ولسه ما ردوا عليه بالنسبة لسيرجيو راموس. ريال مدريد يبغوا 55 مليون. اوكي مو حاخده. جريزمان مو حديكم هو. اخر كوريا. اوكي كوريا احتمال ان يبيعوا ب 18 مليون ونص لو يشيلونه بهذا السعر. وبلاك ذا انا اشيب لي لين ما اقول، بس حطك بالخلاص. اخر شيء سعر ليو بلاك 22 مليون. جريزمان خليني احطه ب 55 مليون ونص، واشوف لو ياخذونه ولا لا. ونرجع لهذا المدافع نحط لكم فيه 17 مليون. خلينا نشوف. والله في لعيبه كثيرين في اللي هو اتلتيكو مدريد، يعني احتمال انهم يصيروا اقوياء، ولكن انا ابغى لعيبه يكون اقوياء معايا. اللعيبه اللي ابغى اطورهم بس عندك جريزمان، كوكي راح، عندك اللي هو لاعب كاراسكو، ولكن خلينا نشوف هنا بلاس ماتويدي يجي ولا ما يجي. سبورس اوكي سبورس ما يبغوا. ماتويدي قبل، وحنجيب اللاعب ماتويدي لاعب خط وسط باريس، حنجيبه بقيمة 21 مليون. كريم بالعربي كم تبغى يا كريم؟ اوكي حط لك اللي هو 90 ألف، 5 سنوات كروشل، كل هدف 5%، ونشوف تيجي ولا ما تجي. الحين حتى لو كريم بالعربي وبلاس ماتويدي هم اقرب ناس ان لا خلاص بلاس ماتويدي جبته، كريم بالعربي هو اقرب واحد اني ممكن اجيبه. ترانسفر اوفر لخانو بلاك، لا لا مو ولكن انا ابغى حارس الحين يكون بديل. مين في حارس بديل احتمال يجي؟ اوكي خلينا ندور بالحراس ونشوف مين في حارس بديل يقدر يجي. حراس والله كلهم كبار في العمر او حتى ما اعرفهم. ادلر كم طاقته ما يحطه؟ اكل فعب. اوكي ابروش تسكا موسكو، نحط 10 مليون اقل، نحط 7 مليون ونشوف لو يجي ولا لا. خليني اشوف اول حاجة لو الفريق يقبل اصلا. فاعتقد بهذه الحلقة حنكتفي بس باللي هو بلاس ماتويدي اننا جبناه على الفريق، والحلقة الجاية ان شاء الله راح نشوف لو يقدر يجي اللاعب كريم بالعربي ولا لا. في اصابة للاعب كاراسكو. فاتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، لا تحرمون من حزر لايك، تنشروا المقطع في كل مكان، تشتركوا في القناة زي ما كنتم مشتركين. كان معكم حسن اسعد من قناة جيمرزي، ومع السلامة.